بأكد لحضراتكم وبعد 7 شهور من الموازنة العامة للدولة معدل نمو الإيرادات الضريبية ما بين 42 و44%. بعد 7 أشهر يعني عمالة كل شهر رايح جاي. يعني الشهر اللي فات احنا خلصنا الشهر اللي فات اللي هو لغاية ديسمبر خلصنا ب 43.4% نمو في إيرادات ضريبية. الشهر ده 42.2%، فهي عمالة ما بين 42 ل 44. طب الجزء ده جاي منين؟ بمنتهى الأمانة والصدق جاي من الميكنة، جاي من رفع الكفاءة، جاي من الإجراءات اللي اتخذت. يعني البي رول أنا أعتقد لما يكتمل هيعمل نمو كويس جدا من غير ما تغير حاجة، من غير ما تزود حاجة هيعمل ذلك. أنا لا أقدر أأكد دلوقتي حاجتين أساسيين، لا في ضريبة كسب عمل هتزيد، هو خلاص كده أنا شايف إن احنا وصلنا لاستقرار في الشرائح بتاعتها. ممكن نحسن للناس إن أنا زي ما رايح في سنة واحدة زودت حد إعفاء 25% ثم 15% ثم 33% في سنة واحدة. في 1/7 بدأنا 25%، في أكتوبر بدأت زيادة 15%، ودلوقتي 33%. ده معناه إيه؟ معناه إن أنا بشوف إن أنا عندي من الإصلاحات اللي عملتها ما يساعدني إن أنا أخفف الأعباء الضريبية بتاعت كسب العمل على محدودي ومتوسط الدخل.